هو حاليا انا دلوقتي التمثيل واخدني شويه، لان حاليا مع الاستاذ خالد جلال المخرج الكبير في ورشه التمثيل معاه في مركز الابداع. اخر حاجه كنت عاملها عندنا في شرم الشيخ في المنتدى كان كلنا واحد، كنا واحد عرض، كنا واحد اخراج الاستاذ خالد جلال، وحاليا في مسرحيه انستونا اخراج الاستاذ خالد جلال وبطوله في الورشه الموازيه اللي هي في المركز الابداع ولا بعيد. ايوه الدفعه الثالثه مواهب، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله يعني يبقى العرض بتاعنا، وان شاء الله كل الناس تنورنا وتشرفنا. وحاليا مع استاذ خالد جلال في مسرحيه انستونا بطوله الفنانه دنيا سمير غانم والاستاذ بيومي فؤاد والاستاذ سامي مغاوري وانتاج الاستاذ احمد السبكي. هتتعرض امتى وفين وازاي؟ ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله يعني استاذ خالد كان صرح باذن الله انها تبقى في شهر 9 الشهر الجاي. جوه مصر ولا بره مصر؟ لا ما اعرفش التفاصيل دي بقى، انا بادي دوري وخلاص ممثل. ايه دورك بقى؟ دوري لا دور لذيذ ان شاء الله يعجب الناس، ما سيبني بقى ما احرقش حاجه بقى. ابرز مشاهدك هتكون مع مين او السينات بتاعتك؟ جوه ان شاء الله هنشوف. دنيا فرق الطول عامل معاها مشكله ولا؟ انا اي حد جنبي بيعمل فرق مشكله، لكن المشكله من عند انا اساسا يعني، ما هو انسان. مش مشكله يا باشا، ده انسان بميزة. انسان 196 سنتي برضو اوفر شويه، بس لا طبعا انا مبسوط قوي ان انا بشتغل اول حاجه ليا كده بالشكل ده، ومبسوط جدا ان اول مسرحيه في حياه دنيا سمير غانم اكون موجود فيها. يعني تغني في المسرحيه؟ هنشوف برضو. حاجه اكسكلوسيف ليه؟ هنشوف برضو، ما اقدرش انت. اهم حاجه احنا متفائلين بيك في الفتره الجايه، سواء بتغني سواء في التمثيل او حتى في لجنه التحكيم مسابقه ملك الجمال، واثقين في اختيارك النهارده ان البنت تطلع حتى لو كانت قصيره. احنا مقابلين لا لا لا، كلهم جمال وكلهم وصلوا لمرحله كويسه. فكره ان هم موجودين النهارده وسط الاف مؤلفه من البنات اللي قدمت، فانت بالنسبه لك ان انت وصلتي لحاجه كويسه جدا. اشتغلي على نفسك بعد كده، الموضوع ما هوش باللقب ابدا. ياما ناس خدت القاب وما اشتغلتش على نفسها، لكن الواحد لازم يشتغل على نفسه عشان يوصل اللي هو عايزه. احنا في نظر كل جديد منك ان شاء الله، وفي التوفيق اللي جاي ان شاء الله. بشكرك جدا، ميرسي لزوقك.